مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أنت دايما في الأمام. ده النادي الأهلي. ده النادي الأهلي على مر العصور، على مر التاريخ. الأغنية دي من 72 سنة. 72 سنة قالوا إن التاريخ هيسجل بطولات للنادي الأهلي. من 72 سنة كانوا شايفين كويس جدا 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 إن في بطولات بتتحقق في النادي الأهلي. الوقت اللي إحنا فيه ممكن يكون فيه نزول في المستوى. لكن النزول في المستوى ده مش معناه النادي الأهلي بينزل، عمرها ما هتحصل. مع احترامي لكل الناس، كل الناس اللي بره النادي الأهلي اللي مش منتمين للنادي الأهلي، دايما البطل يعني من كل حتة بتجيله. كل الناس عايزة النادي الأهلي ينزل. ينزل ليه؟ ينزل لأن هو البطل، هو طول عمر البطل كده، مقدراته كده، ظروفه كده في الدنيا. هو دايما عايزين البطل ينزل لتحت. كل بطولات النادي الأهلي، مش بزايد على حد، بحترم كل الآراء، ده رأيي. تاني بحترم كل آراء الناس، ما أقصدش كلام حد قاله حد خالص، أنا بتكلم على النادي اللي أنا اتربيت فيه، بتكلم على النادي اللي وقفني الوقفة اللي أنا واقفها دي، بتكلم على النادية، مش بتكلم على حد تاني خالص. كل بطولات النادي الأهلي على مدار العصور لو اتجمعت كده في كل الأوقات في كل العصور هتلاقي بطولات النادي الأهلي بطولات كتيرة. بعيد قوي إن احنا نعمل منافسة مع أي حد. ده النادي الأهلي، ده اللي ربنا على كده، ربنا على البطولات وربنا. والجماهير دلوقتي وهي بتقول انا على الحلوه والمره معاه، انا على الحلوه والمره معاه، لازم ابقى كده حتى لو نادي بيخسر. دور مهم جدا لازم الناس كلها تعرفه. كل الناس في منظومه النادي الاهلي من اول مجلس اداره لغايه الجماهير، كل واحد لازم يعرف دوره فين ودوره الاساسي. الجمهور لازم يعرف ان هو جمهور بصوته العالي بيشجع اللعيبه، واللعيبه بتموت نفسها في الملعب عشان تجيب بطولات للنادي، والمجلس الاداره بينظم ويخطط مع اداره النادي. هو ده النادي الاهلي، هي دي منظومه النادي الاهلي. صدقوني انا بتكلم النهارده بره اي حاجه، بتكلم من واحد قاعد في النادي الاهلي اتربى في النادي 40 سنه. هي دي منظومه النادي. منظومه النادي الاهلي هي كده، كل واحد فينا عارف دوره، انا عارف دوري فين وغيري عارف دوره فين، وكله يمشي ويفضل ماشي لقدام، يبص لقدامه على المستقبل، هنلاقي البطولات بتتحقق. لكن مش بطولات خسرناها، بطولات خسرناها فعلا، خسرنا بطولات. لكن النادي الاهلي هو اكبر كيان وهيفضل اكبر كيان. جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتشجعه دايما هي اللي قالت على الحلوه والمره معاه في الوقت اللي انا موجود فيه. ما قالوش غير كده، قالوا احنا وراك يا اهلي، قالوا حاجات كتيره لازم نكون وراه، هنبقى ورا الكيان، هيبقى ورا كيان النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ده هو كلنا بنشجعه وكلنا منتمين ليه. ليه؟ عشان هو مؤسس، يعني هو ده البطوله، هو رمز البطوله، رمز البطوله ببطولات النادي، مش بحاجه ثانيه، مش بكلامنا. احنا مش عايزين نتكلم، مش عايزين نغني، عايزين ندي افعال مظبوطه. الافعال المظبوطه دي منها كل الناس، وهوجه رساله للاعبين، مش هسيب حد النهارده، لكن انا بتكلم على الجماهير، مسانده الجماهير في كل الاوقات، جوه الملعب وبره الملعب وعلى السوشيال ميديا وكل حاجه، هي مسانده جماهير. هي دي جماهير النادي الاهلي اللي عارفه قيمه النادي الاهلي. دايما في جماهير بتفرق، لازم نفرق بين الجماهير السايرة والجماهير اللي هي بتغلط والجماهير اللي هي بتسبورت النادي. عندنا كل الأشكال زي ما بلدنا فيها كل الأشكال. في واحد يقدر يمسك غضبه وواحد ما يقدرش، هي كده، دي الجماهير. هحكي لكم واقعتين سرعة جدا. وأنا لعيب أرض الملعب في صالة الأمير عبد الله الفيصل بلعب، والدتي الله يرحمها جت أرض الملعب وكنا بنلعب مباراة مع نادي. المهم خلاصة الحديث إن والدتي اتشتمت في الملعب. صدقوني روحت بيت عيطت. ليه؟ أمي زعلت. ده كان جمهور. قالت لي هي دي رياضه؟ خليك لوحدك، العب العب النادي اللي رباك وتعب فيك، العب له وسيبك من الناس دي كلها. وفعلا دي حقيقه، سيبنا من الجمهور، سيبنا من الصوت الغلط. خليني انا باصص فين؟ للنادي الاهلي اللي انا واقف جواه، اللي ربنا كل تاني، اللي ربى كل الناس، اللي كبر كل الناس. لازم واحنا بنلعب للنادي جوه ارض النادي، بره ارض النادي، ولسه هروح للاعبين حالا دلوقتي، لازم اقول، لازم اقول كده، ان الجماهير هي صوت الجمهور. جمهور النادي الاهلي ساعتها كان بيشجعني جدا، وكنت بموت نفسي في الملعب. هو ده اللعيب. اللعيب بقى لما اجي له اقول له انت تقول لي سوشيال ميديا، مع احترامي للسوشيال ميديا، ما انت جوه في تونس وفي الجزائر وفي كل ملعب بتشتم. انا في 93 لو 93 قلنا للناس في بطوله افريقيا 93 كره يد نلعب في ارض الترجي جوه صاله الترجي، والناس عارفه يعني ايه ترجي سنه 93، ناس تقول ترجي يا دوله، وكانت الدنيا كلها بتسبورت ارض الملعب. لازم تعرفوا احنا بنلعب في صاله مقفوله، الدكه بتاعه الاحتياطي، الجمهور بيلمس ايد اللعيب، بيجيب راس اللعيب بتاعنا، بيدوا عليه شاي ويتضرب بالكنزات ويدوا عليه شاي سخن.
عادي وشتيمه من كل حته وكسبنا بطوله افريقيا عشان عارفين المعنى ده. اللعيبه اللي بقولها لها اللعيب اللي ما يقدرش على السوشيال ميديا ما يفتحهاش خالص، يبقى هو عارف بيعمل ايه، بيعمل ايه لنا دي كويس، بيموت نفسه في ارض الملعب خلاص. صدقوني الجمهور بتاعنا جمهور فاهم، جمهور لو اللعيب موت نفسه في ارض الملعب وكان دوره اللي انا بقول عليه ان كل واحد عارف دوره وموت نفسه وعمل دوره، الجماهير هتسقف له. هي دي جماهير النادي الاهلي سقفت في برج العرب برضو اللعيبه، هي كده خلاص، هي مش ماشيه هنعمل ايه؟ مش لكن تاني بقول اهم حاجه في الموضوع ده، النادي الاهلي هو الكيان الكبير، كل واحد منتمي للنادي الاهلي تاني من الجمهور من اللاعبين من الاداره من اي حد، بنعمل دوره هيعمل دوره وهيمشي في التراك هيلاقي الدنيا سهله. لكن احنا عندنا تدخلات كتيره، اللعيب النهارده بقى بيبص للسوشيال ميديا، انت حضرتك لعيب جاي تلعب، جاي تلعب في اكبر نادي اللي فيه ناس كتيره الفرصه دي ما جاتلهاش. صدقوني انا ربنا كرمني جدا، انا لعبت في النادي الاهلي وجوه النادي الاهلي اتعلمت حاجات كتيره، اتعلمت ازاي احترم الكبير وازاي موت نفسي على بطوله وازاي الجمهور ده ما طلعوش زعلان مني خالص، لان ده الكيان الاساسي. النادي الاهلي 112 سنه تاريخ وبطولات وهتفضل كده، وهتفضل كده مش عشان مش بمزاج اي حد، كل الناس. كلمه للجمهور الاخير، جمهورنا العظيم، انا عارف ان في ناس بقول لك الجمهور متقسم كذا فئه، فئه بتنقد وبتنقد نقد لازع، حقه، مش بقول لك مش حقه، لكن بس رحمه شويه باللاعبين، لان في اخر دي سوشيال ميديا. انا قلت للاعبين بلاش يفتحوا السوشيال ميديا ويركزوا، لان هي مهنته الاساسيه لاعب في النادي الاهلي، لاعب في النادي بروح النادي الاهلي، بتيشيرت النادي الاهلي لما بيلبسه بيبقى عارف قيمته. نفس كلام الجمهور لازم يفضلوا كده. الاغنيه دي اغنيه مهمه جدا لينا، لازم نكون باصين لها بعد 100 سنه كمان، مش النهارده بس خالص. وجماهير النادي الاهلي والكتير بيتكلموا فيها على الحلوه والمره. احنا دلوقتي مش هقول لك مره، خسرانين، ناس زعلانه، ناس متضايقه، لكن اكيد في قرارات بتطلع، واكيد كله بيبص لمصلحه النادي، مفيش حد جوه المنظومه دي ما بيبصش لمصلحه النادي، مفيش حد عايز يبقى وحش، محدش عايز كل يوم والتاني للجماهير يطلع كلامه على السوشيال ميديا عليه، حتى لو الكلام صح او غلط، مع احترامي ليكم ولكم. اكيد انا مش عايز ابقى وحش وغيري مش عايز يبقى وحش، كلنا لو بصينا مش هنبص لبعض ولا نبص انت بتعمل ايه، سيب الناس تشتغل في هدوء. تاني الجمهور العظيم هو جمهور عظيم للنادي الاهلي، وهو الرقم واحد في النادي الاهلي، ودايما بيسبورت الفرق بتاعته في كل الاتجاهات. لو فرقه السله زعلتنا او فرقه اليد زعلتنا، السنه الجايه اكيد مش هيزعلونا، واكيد هيكون عندنا احسن كتير، واكيد كل واحد جوه المنظومه تاني في النادي الاهلي عارف دوره ايه. اتمنى ان احنا نسيب الناس كلها من بره المنظومه اللي هي بتخش كده معلش عشان يعني ايه تعمل تفرقه. النجاح الاهلي على مدار التاريخ بيحصل الاتي: جمهور بيسبورت، لعيبه بتموت نفسها، مجلس اداره بيقرر قرارات، اداره بتشتغل، ده نجاح النادي الاهلي، ده نجاح المنظومه. تاني اهو الاربعه مع بعض ده نجاح المنظومه. لكن لما يخش كلام بقى بين الناس واصل اللعيبه النهارده لعيب متخاذل واصل الجمهور يا جماعه مالناش دعوه باللي بره، نركز احنا عايزين ايه. احنا في بعد 112 سنه عايزين نادينا يفضل رقم واحد، وان شاء الله هيفضل رقم واحد جدا، هو التاريخ قال كده، ده اللي حكم علينا التاريخ. اتمنى التاريخ لما يحكم بعد 100 سنه يقولوا سنه في سنه 112 و113 النادي الاهلي حقق انجازات كبوه وعدل، وهو ده اللي انا اعرفه عن منظومه النادي الاهلي. اتمنى ما كنتش ضايقت حد بكلامي. وتاني لاخر مره، انا بحترم كل الاراء، ده رايي من وجودي في النادي الاهلي. صدقوني انا ما اقصدش الكلام باي واحد، انا كلمت على منظومه النادي خالص. تاني بكررها، انا بحترم الاراء، لازم يبقى عندنا راي، والراي المعارض حقك تعترض معايا وحقك تختلف معايا، لكن مش حقك تغلط فيا. حقك تختلف، قول اللي انت عايزه، لكن تغلط لا. اتمنى من جماهير النادي الاهلي في المرحله اللي جايه، مرحله مش سهله على النادي الاهلي انا بقولها لكم صراحه، لكن الجمهور الحاجه الوحيده بتاعتنا اللي احنا بنرتكز دايما عليها. معلش طولت عليكم، لكن صدقوني الكلام ده انا بفكر فيه بقالي كتير وهفضل افكر فيه، وان شاء الله دايما 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 في الامام. زي ما بدانا الحلقه، النادي الاهلي هيفضل فوق ودايما دايما في الامام، ببطولاته، بمجلس ادارته، بالاداره التنفيذيه بتاعته، بجماهيره العظيمه، هيفضل دايما دايما في الامام. وافتكروا كلامي ده كويس، وقريب جدا هنفرح كلنا مع بعض. بكده بدانا حلقتنا، نروح لاخبارنا المهمه، وجيانا فاروق بطله
الذهب وبطلة الكاراتيه بتحصد فضية الدوري العالمي في المغرب. جانا فاروق النهاردة على قمة الترتيب العالمي، لو استمرت جانا فاروق على ترتيب العالمي هتوصل على طول إن شاء الله إلى طوكيو، وهي فازت في وزن بميدالية فضية في وزن 61 جرام. البطولة دي قيمة في المغرب. هنسيب 61 كيلو لجيانا فاروق، هنسيب جيانا فاروق وهنروح لكريم عبد الجواد نجمنا الكبير في السكواش دور ال 16، بيفوز على الاسكتلندي لوبان بنتيجه 3-1. هيقابل في دور ال 8 ان شاء الله، عفوا هيقابل في دور ال 16 عمرو سعد صديقه اللي هو من نادي هليوبلس، عمرو مسعد من نادي هليوبلس. ان شاء الله نتمنى من كريم عبد الجواد اللي هو ان شاء الله يحقق بطوله الجونه الدوليه، بيلعب جوه بطوله الجونه الدوليه. سيدات الاهلي كره اليد، كره اليد ما شاء الله عليها سيدات الاهلي العلامه الكامله. النهارده اختتم بطوله دوري السوبر، اربع بطولات في السيزون، منطقه وكاس دوري ودوري سوبر، ما شاء الله نمسك الخشب. النهارده كسب نادي الشمس 28-24، عمل ماتشات كويسه ما شاء الله عليه، سيزون في العلامه الكامله زي ما احنا زي قدامنا في الشاشه. تتويج فريق النادي الاهلي بوجود الاستاذ نبيل خشبه عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. وادي كابتن مي قدامنا، كابتن الفريق، وهي بترفع كاس البطوله باذن الله. نتمنى باذن الله فريق اليد لكره اليد سيدات في المرحله اللي جايه يروح للبطولات العربيه والافريقيه عشان يقدر برضو يدي نتائج جديده ويحصد بطولات جديده للنادي الاهلي. اخر خبر معانا ناشئات كره اليد منتخب مصر 2002 فازوا ببرونزيه البحر المتوسط، ما شاء الله عليهم، اول مشاركه ليهم وفازوا ببرونزيه البحر المتوسط. كسبوا منتخب كرواتيا 21-17، دي في المباراه تحديد المركز الثالث والرابع. اهم نقطه عندنا ان عندنا رحمه حسن لاعبه الاهلي بتفوز بكاس احسن لاعبه في البطوله، وكمان منة الله سيد بتفوز بكاس احسن حارس مرمى في البطوله. نتمنى دايما النادي الاهلي ذخيره حيه لكل المنتخبات القوميه ان شاء الله باذن الله، دايما على بطولات ودايما على خير ودايما حصاد بطولات. وتاني انا متاكد ان جمهورنا الكبير الواعي اللي بيفهم كويس جدا هيسبورت كل حاجه، لان هو بيسبورت كيان مش بيسبورت اشخاص.